عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده لسلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم فطيره للعشاء بالطون والسبانخ والجبن، سهله بزاف. تابعوا معايا مراحل التحضير. ارجو الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر ثم على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. صندوق الوصف تحت الفيديو غادي تلقاو فيه المقادير بثلاث لغات زائد روابط ديال المواقع الاجتماعيه ديالي. ناخذ مقله نخليها تسخن مزيان، نضيف عليها زيت الزيتون ثم البصله، تقريبا ثلاثه ديال البصلات كبار مشمضين. نضيف لها الملحه والفلفل الاسود الابزار، نغطيها ونخليها حتى تدبل. ملي كتدبل البصله كنزيد عليها 250 غرام ديال السبانخ، نعاود نغطي عليها ونخلي هاد السبانخ يدبلوا. من بعد ما كتنشف هاد البصله والسبانخ مزيان كنزيدوها تقريبا واحد 150 غرام ديال الطون، نخلطوها معاها صافي، وكنطفيو عليها النار. بالنسبه للعجينه غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نزيد عليه ياغورت واحد طبيعي بدون سكر، معلقه كبيره ديال الخميره الفويه، معلقه كبيره ديال البافو. الا ما عندناش البافو يمكننا ما نستعملوش، البافو هو الخشخاش. غادي نستعمل معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، 100 غرام ديال الزبده مذوبه، ثم بيضه وحده كامله، ثم نديروها تعجن. وحنايا كنضيفوا الماء دافي شويه بشويه. مجرد ان العجينه ما كتبقاش تلصق لنا في العجانه صافي، يمكننا نعجنوها حتى بيدينا. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون ونخلي العجينه حتى يتضاعف الحجم ديالها حتى تخمر. ناخذ صينيه بعد ما خمرت لي العجينه ندهنها بشويه ديال الزيت، زيت الزيتون ولا زيت نباتيه ولا الزبده. ناخذ العجينه بحال هكا ونحاول نقطعها لكويرات صغار. انا درت كويرات صغار وكويرات كبار باش الداخل غادي نبدا بالكويرات الصغار، وانا كنكبر الدوره وانا كنحتاج الكرات الكبار. نغطي العجينه باش ما تيبسليش ونحطها ونبدا كنصوم. غادي نحتاج غير شويه ديال الزيت باش نطلق هاد الكويره، هادي نحاول نطلقها رقيقه بزاف. باش نعمر غادي نحتاج هاد الحشوه اللي عاد صوبتها، وغنحتاج جبن كريمي بحال فيلادلفيا، بحال الجبن انا سبق لي وحضرت هاد الجبن فيلادلفيا في المنزل. اللي بغى يحضرو يمكن لكم ديروا الجبلي، يمكن لكم تستعملوا غير لافاش كيري كيف ما بغيتي. وغادي ناخذ شويه من هاد الحشوه هادي غنعملها بحال هكذا، ثم غادي ناخذ طريفات ديال الجبن ونحطهم. نطوي العجينه انا على الحشوه ونروليها. بحال هكذا
ثم غادي نبدا ندير لها بحال المحنشه ندورها. بحال هكا واخا تحلات ماشي مشكل لان غنلصق معها العجينه ثاني. غادي نحطها في المقله ولا في الطبسه اللي غندخلو للفرن يكون فيه ورق الشمع، ونبقى مستمره بنفس الطريقه. بعد ما كنكمل كندهن هاد الفطيره بيضه مطربه مع معلقه صغيره ديال الخل، كندخلها طيب في الفران مسخن من قبل على 180 درجه، يعني حراره متوسطه. نشعل عليها من تحت فقط بالنسبه للفرن ديال الغاز، بالنسبه للفرن ديال الكهرباء نشعل عليها ندير المروحه اولا نشعل من الفوق ومن التحت مباشره، وكل واحد على حسب الفرن ديالو. بعد ما كطيب هاد الفطيره ديالنا كنخرجوها من الفرن، كنخليوها حتى كتبرد شي شويش، وغير كنهزها. انا خفتها تهرس لي، هزيتها بهاد الكاريت ديالها وكنقدموها للعشاء. وصفه زوينه بزاف لوجبه العشاء من الداخل، تجي بحال هكذا، تجي رائعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها. الى عجبتكم حلقه اليوم ديو جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح وحلو على يوتيوب، في لاباج فيسبوك ملح وحلو. لا تنساوش تبارطاجيو الحلقه، وبالصحه والراحه. وباش تشتركوا في القناه يكفي تضغطوا على اللوغو اللي كيبان لكم في يمين الشاشه، وباش تشوفوا وصفات سابقه شبيهه بالوصفه اليوم ضغطوا على الفيديوهات اللي كيظهروا لكم في الشاشه.